السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف بقيتم؟ مزيان؟ صحتكم لاباس؟ أموركم هانية؟ نتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال. إذا كما تتشوفوا اليوم جيت جبت معي وصفة غزالة رائعة، إذا كيكة بمذاق رهيب جدا وبمكونات بسيطة. إلا بغيتوا تعرفوا شنو هي المكونات ديال هاد الوصفة ديال هاد الكيكة وديال هاد الكريمة الرائعة، ما عليكم إلا تبعوا معايا الفيديو من الأول وحتى الأخر. إذا نتمنى أنكم ما تبخلوش عليا بجام، ما تبخلوش عليا بالبارتاج مع الأصدقاء والأحباب ديالكم، وتأبونا في لاشين وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. إذا هانتوما معايا ما تمشيو فين باش تعرفوا جميع الخطوات باش ينجح معكم هاد الكيك وتنجح معكم هاد الكريمة خطوة بخطوة. يلا، إذا من أجل إنجاز هاد الكيك الرائع اللذيذ سنحتاج إلى هاد المكونات التالية. عندي هنايا كأس زبادي أو كأس الدانون بالنكهة اللي بغيتو، أنا اختاريت هنا نكهة الفانيلا. عندي ثلاثة ديال البيضات، عندي كأس إلا ربع ديال الزيت، كأس إلا ربع ديال السنيدة. عندي هنايا هنا تيبان والو، ولكن في الحقيقة راه كاين واحد المعلقة كبيرة ديال الخل تنحتاجوها في آخر الوصفة. تنخلط هادشي كامل وتنحتاج هديك المعلقة ديال الخل. وهنا عندي فاني، هنا عندي جوج ديال خمارة كيميائية، وهنا عندي هاد المكون تنزيدو، يعني هو مكون اختياري، يعني تعطي واحد القوام واحد اللذة غزالة الكيك ديالي. وهنايا هادي سباتوتا هي ضرورية. هنا هو البول فين غادي نخدم، وراه فيه هنايا درت فيه رشة ملح باش هو اللي تيخرج لي تعطيني النكهة، تيخرج ديك النكهة ديال نكهة ديال دانون والحلاوة. وهنا عندي الدقيق، انا هنايا دايره 3 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق. اذا غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ندير 3 البيضات مع سنيده مع الفانيلا، وغادي نخدمهم بهاد يعني هاد الطراب اليدوي، فهو غزال. البنات الا صادفتو هاد الطراب اليدوي شريوه، ما ترددوش في الشراء ديالو لانه غزال في الصراحه. البيض هانتوما تشوفوا، هانتوما غنوريكم كيفاش يعني تيطلع البيض. اذا بقاو معايا ما تمشيو فين. اذا هانتوما انا درت هنايا البيض، درت الشوكي تخدم البيض، يعني تضربو تيجي الكيك ديالك الا خدمتي بهذه الطريقه تيجي مفشفش طالع غزال. دابا تشوفوا ان شاء الله يا ربي النتيجه النهائيه. اذا هنا غادي نخدمو مزيان، وغادي نزيد من بعد كاس دانون والزويته ديالي، وغادي نزيد هاد الفاني، تنخدم هادشي كله يعني مزيان. عاد نزيد الدقيق شويه بشويه، انا غادي نشوف شحال غادي تهز لي ديال الدقيق. الا هزات لي 3 الكيسان غادي نعلمكم بها، هزات لي اقل ولا اكثر غادي نعلمكم باش ما كاين. يلا هانتوما معايا ما تمشيو دائما فين. دابا بعد ما خدمت البيض تقريبا حتى يعني بدا تيبياض لي الخليط، زدت عليه داك الساشي ديال الفلون. الساشي ديال الفلون هنا نوريكم البواطه ديالو. اذا هانتوما باش تعرفوا هذه هي البواطه ديالو، تيهز ديال 4 ديال الاشخاص، غير الساشي صغيره. نعم، تجي به الكيك بحال فازك بحال مسقي، تيجي غزال واحد يعني تزيدو اللذه وحتى يعني القوام ديالو اولا تعجبك، تيجيك هش، تيجي هش وتيجي يعني لذيذ. اذا هانتوما هنا خلط كل شيء. دابا غادي نزيد الدقيق شويه بشويه. الدقيق راه مغربل، راني غربلتو مسبقا. اذا هانتوما انا غادي نزيد الدقيق شويه بشويه. راكم عارفين يعني مسكوتة او الكيك كيفاش او مادلين
كيفاش تتكون، خاص كيفاش يكون القوام ديالها، لان ما خصهاش تكون يعني مرخوفه بزاف، وفي نفس الوقت ما تكونش قاصحه. كنتوما غنزيد شويه بشويه، بسم الله حتى نسالي. تنظن تن دوك ثلاثه الكيسان راهم بزاف. مازال خصها الدقيق. تمام، تندير شويه شويه قبل من هذا الشيء. في نفس الوقت خاصني نزيد الخمارات. اذا في نفس الوقت راني زدت هنايا جوج ديال الخمارات، لي الوزن ديال كل خمارات يساوي 7 غرام. وقبل ما درتهم لانني صحابني كنت نصور، يعني اغلب اغلب اليوتيوبرز تيوقع عليهم هذا المشكل، تيسحبوا براسهم تيصوروا وما تيكونوا دايرين لوبوز. يعني خاصكم ضروري تغربلوا قبل ما تدن. ها نتوما القوام ديالي تنظن انه مزيان صافي. اذا نحد هنا، يعني تقريبا هز لي جوج ديال الكيسان ماشي ثلاثه. انا ما تنبغيش تجي قاصحه بزاف، يعني هذا قوام الصراحه مزيان. اذا هنايا انا بعد ما خلطت، هانتوما لاحظوا ها هي القوام ديالها كي داير. شوفوا اللون ديالها، لان زدت داك زدت اللون ديالها اصفر، لانني زدت داك الفلون اللي عطاها هاد اللون، فلون ديال فانيو. نتوما يمكن لكم تزيدوا النكهه اللي بغيتو، هي اختياريه. يمكن لكم كاع الا ما عندكمش تحيدوه، ما كاين حتى مشكل. الان غنمول ديالي هنا وجدتو. قبل ما ندير فيه الكيك ديالي كما تتعرفوا، غادي ندهنو بزبيده وندير له طحين، عاد نصب فيه الخليط والفران. غادي ندخلها للفران. الفران يعني انا تيكون بارد، ما غاديش نسخنو من قبل. اذا الفران غادي يكون بارد ونخلي فيه تقريبا المده ديال واحد يعني 25 دقيقة حتى 30 دقيقة. ديك الساعات عاد تنبقى تنحل، يعني عاد تنطلع على الكيكه ديالي وتنشوفها. الا كانت طابت، يعني عرفتها طابت من التحت، تنشعل الفوق وصافي. وهذيك الساعه تيبقى عيني ميزاني صافي. المده ديال الطياب ديالها تقريبا يعني دائما تاخذ ليا 25 حتى 30 دقيقه ديالها. ثم كما تتشوفوا ها هي الكيكه ديالي، تبارك الله جات غزاله ما شاء الله، ها هي واجده. اذا هاد الكيكه هذه غادي نزيد نزينها، غادي نزيد لها، غادي ندير لها لا كريم اللي غادي نغطي بها هاد الحفيف الحفره الصغيره. مكونات ديال لا كريم، ها نتوما هنايا عندي 3 معالق ديال السنيده مع 4 المعالق ديال البودغ ديال لا كريم باتيسيير، ها هي العلبه ديالها. ومع غادي نزيد هادشي مع نصف لتر ديال الحليب. اذا في كاسرونه انا وجدت كلشي حدايا، كاسرونه غادي نضيف هاد نصف لتر ديال الحليب، وغادي نزيد عليها هاد 4 المعالق ديال البودره ديال الكريم باتيسيير مع 3 المعالق ديال السنيده. غادي نخلط الخليط كامل، نخلطه مزيان حتى نعرف انه يعني ندمج ليا هاد يعني هاد البودر ديال الكريم باتيسيير مع السنيده، ندمجت ليا مع الحليب. كما شفتوا هادي راها عجيبه يا البنات، تنصحكم انكم تشريوها، ها هي دغيا خلطاتو ليا. دابا غادي نرفع هاد الخليط على نار هادئه، وغادي نستمر في التحريك حتى تعقد ليا الخليط. من بعد ما تعقد تنضيفو فوق يعني الكيك ديالي. الميزه ديال هاد الكيك انه الجوانب، يعني المول عندي واحد المول العجيب،
ولكن يعني هذاك تقريبا استغنيت عليه. علاش؟ لان هنايا تتبقى يعني واحد الكيم واحد البارتي واحد الجزء كبير من الكيك تبقى يعني بدون كريمه وتتجي شويه ناشفه. هنا اختاريت هذا المول العجيب هذا لان كما شفتوا يعني الجزء اللي تيبقى بلا كريمه هو جزء صغير يعني وتتجي لذيذه وتتجي غزاله مع ديك الكريمه. اذا دابا انا كما قلت لكم غادي نرفع هذا الخليط على نار اللي تكون هادئه جدا حتى تعقد ليا الخليط. بعد ذلك تنصبو فوق الكيك ديالي. اذا هانتوما انا رفعته على نار اللي هي هادئه. انا اختاريت هذا كريم باتيسير ديال الشوكولات. يمكن لكم تختاروا نتوما اي كريمه فضلتوها او لا عجباتكم، ولكن هاد الكريمه باتيسير ديال الشوكولات تجي لذيذه تجي غزاله كما قلت لكم كوكو تجي بارفيت. اذا هنا خصني نبقى نحرك نستمر في التحريك حتى تعقد ليا هاد الخليط. كان هانتوما النتيجه هاو يعني تقريبا واحد القسمين ديال التحريك. اذا ها هي النتيجه اللي حصلت عليها. هانتوما لاحظوا كريميه غزاله. دابا غادي نصبها فوق الخليط ديالي ونخليه يبرد شي شويه وعاد تندخلو للثلاجه لمده تقريبا واحد ساعه ونصف حتى ساعتين. هي كل ما بقات في الثلاجه يعني من الاحسن ان الانسان يديرها هكا في العشيه ويستهلكها لا غدا ليا في الصباح، فغادي يلقاها بواحد يعني الشكل واحد المذاق وتكون متماسكه شاده راسها غتكون رهيبه لا في المذاق ولا افش في الشكل. اذا هانتوما تما معايا انا غنديرها فوق الخليط ديالي يعني واخا سخونه ماشي مشكل. كان باستعمال السباتول ديالي انا غادي نصب الخليط فوق الكيك ديالي. سا دون ديجا لونفي دو مونجي. تي بو با لو مونجي مانتنو، خاصو يبرد مزيان. واو كيما قالت كنزة سا دون لونفي دو مونجي، ديجا لونفي دو مونجي. إذا تبارك الله هاد غير السيترو ديال الحليب وراه تبارك الله شو شحال عطات ديال الكريمه الخير والبركه الحمد لله. هانتوما انقاد سباتو ديالي. اذا كانت هذه هي الوصفه ديالي ديال اليوم. نتمنى انكم تفرحوا وليداتكم وتوجدوها لهم يعني بمكونات بسيطه. يمكننا نخرجوا من ديداتنا اشياء يعني غزاله لذيذه ويحمقوا عليها وليداتنا. اذا الى عجبتكم هذه الوصفه نتمنى انكم تبارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. نتمنى انكم تلايكيو لا فيديو وتشاركوا في القناه باش دائما يوصلكم الجديد. بالنسبه للتزيين يمكن لكم تقتصروا بهذه النتيجه فقط، حتى هي يعني راها مرضيه. ويمكن لكم تزيدوا تزينوها بلي بيبيتو شوكولا او لا بديك الشكلاط الملون، يعني كل واحد وحر في اختيار تزيين اللي والو. اذا دابا غنخليها تبرد شي شويه، ما ندخلهاش دابا الثلاجه حتى تبرد واحد شويه وتشد راسها مزيان، عاد ندخلها الثلاجه ونخليها. ما غنسهلكهاش اليوم لان ما يمكنش، يعني حتى خصها واحد ساعتين على الاقل تتبرد مزيان وتشد راسها مزيان عاد يمكن لي نستهلكها. لذا كوكو حبيبه ديالي غير صبري حتى الغدا ان شاء الله او لا من هنا الستة ولا السبعة العشيه عاد ممكن اننا نستعملوها. يلا خليتكم على خير، نوريها لكم من زوايا اخرى. خليتكم على خير، تهلاو في راسكم الى وصفه قادمه ان شاء الله يا ربي. دن هانتوما هاد التحفه ديالنا ها هي واجده، ولكن خاصها تزيد تبرد. غير انا ما قديتش نصبر عليها، لا انا لا كوكو، وبغينا نذوقوها وبغينا نوريكم الشكل النهائي ديالها. اذا الى ساحه الشوكولا عفوا ان راه الوقت باقي خاصها تزيد تبرد في الثلاجه، ولا شدات راسها راه مزيانه ما غاديش تحشونا. صافي انتما قابلين على النتيجه في جميع
الحالات راح نزال بين عليها وباقا خص تاخد وقتها في الثلاجة، ولكن بغيت نوريكم الشكل النهائي ديالها وكيفاش جات. اذا غنكتشفوا جميع المفاجأة. بسم الله. اذا باقي خاصها الزيت، لكن غير بغيت نوريكم كيفاش دايرة وكنزة راها مزروبة. باغا الدوق تبارك الله هاد الخير. بسم الله. هانتم راهي اللي مالكم. هانتم تقطيعها هانتم لا كنزة اتونسين هانتم تجي يعني تجي شوية ديال أطر. لاحظوا الكيك ديالي كي مفشفش غزال. اذا نعطيو كنزة المسؤولة على لا ديغوستاسيون. يلا بسم الله. بلوس كو بارفي برومي جوري بلوس كو بارفي كنزة. اذا ها انتوما ها هي من لهنا كيفاش جات. خاصنا هين قادو شي شويه هاد الشيء. سمحوا لي على هاد الروينه، ولكن راها جات غزاله. وليداتكم يعني متاكده مليار في الميه انها غيساليوها لكم في نهار. ما غاديش الكوزينه تتخبعوا على الزلال من الباب وتاكلوا بوحدهم. ساسيغ هادشي اللي تدير لي كنزه فاش ندير لها هاد هاد لاطاخ تاع الكيكه العجيبه. يلا احبائي اصدقائي خليتكم على خير، نتمنى انكم تبارطاجيو كما قلت دائما وغادي نعاودها وغنعاودها. يعني ديروا لنا لايك، بارطاجيو هاد لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، فعلوا الجرس، شاركوا في القناه باش دائما يوصلكم الجديد. وشكرا. يلا خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله.